يقول إن أختي عقد قرانها وقبل زفافها إلى زوجها توفي عنها زوجها، هل عليها عدة وهل هي ترث منه؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. نعم، يجب عليها العدة، عدة الوفاة 4 أشهر و10 أيام، وترث من زوجها الذي توفي قبل الدخول بها، وذلك لأنها زوجة، فإذا مات عنها قبل الدخول فإنه يلزمها العدة وعدة الوفاة وترث من زوجها كسائر الزوجات. نعم.